هذا طبعا الطبقة السياسية، وأعتقد أن الطبقة السياسية في بلادنا لم تنضج بما فيه الكفاية إلى أن تعي ما يسمى بالعمل وفق التوافق. يعني ما زال هناك تشاذبات، لم يعي الناس أن مصالحهم في الاتفاق فيما بين بعضهم البعض حول الحد الأدنى المشترك اللي هو أمن المواطنين والتنمية الاقتصادية. الاختلافات العقائدية والأيديولوجية بإمكانها أن تستمر في البلاد، ولكن هذه الاختلافات لا يجب أن تمس جوهر الموضوع هو أمن المواطنين، هو راحة المواطنين والتنمية الاقتصادية وما إلى ذلك. اليوم الطبقة السياسية في بلادنا لا أرى أنها ناضجة بما فيه الكفاية إلى ما يرغب فيها أبناء الوطن أنفسهم. يعني المواطنين أعتقد أكثر نضج من الطبقة السياسية التي تدفع بالاحتقان، بينما الناس فيما بين بعضهم البعض يتعايشون بصرف النظر عن اختلافاتهم سواء كانت العقائدية أو المذهبية أو نمط عيشهم. يعني نمط العيش متنوع في البلاد، والناس اليوم يعيشون حقيقة ويسعون إلى جمع قوتهم ولا يعبؤون بما يدور داخل الطبقة السياسية. هناك نفور حقيقي داخل الشارع مما تعيش الطبقة السياسية من تجاذبات تدفع بمصالح المواطنين إلى دائرة المجهول. العنف يتنزل ضمن هذا السياق أعتقد يا أستاذ. نعم يا أستاذ خليفة، أنا أشكرك على هذه المساهمة والمدخلة الهاتفية. السيد خليفة طرابلسي هو رئيس تيار الغد التونسي، شكرا لك.